أولاً بالنسبة لخطاب الملك الدولة المغربية الشوفاني الذي ألقاه من مدة أيام، يتسم هذا الخطاب بالعشوائية والقلق نتيجة تسارع الضغط الدولي خاصة على مستوى الأمم المتحدة على مستوى مجلس الأمن، وكذلك بعد تنامي المطالبات الدولية بضرورة على النظام المغربي أن يمتثل لقرارات الشرعية الدولية. إذا كان خطاب استباقي مليء بالشوفونية، مليء بالنرفزة، ومليء بلغة التهديد والوعيد واتهام المنتظم الدولي والمنظمات الدولية الوازنة في مجال حقوق الإنسان، بل أكثر من ذلك هو في هذا الخطاب حاول كذلك تمرير رسالة التهديد ضد العنصر الصحراوي وضد المقاومة الصحراوية في الأرض المحتلة، ومتحديا بغطرسته المعهودة. لكن عودنا التاريخ وعودتنا الدروس أن الاستعمار تلميذ بليد لا يستفيد من الدروس، خاصة إذا ما عرفنا أن العديد من تاريخ الشعوب التي ضحت بالغالي والنفيس ولنا العبرة في العين سي في جنوب إفريقيا وبالعديد من حركات التحرر عبر العالم وصمود شعوبها ومقاومة السلمية أن استطاعت أن تركع الاستعمار. إذن بالنسبة لي هذه سكرات الموت لهذا النظام الاستعماري الذي أصبح في عزلة دولية تخلى عنه الجميع، وبالتالي بادر لهذا الخطاب كما قلت استباقي لأنه يخشى أن الاستحقاقة المقبلة ستأتي بما لا ترضاه ومما تشتهي سفن البلاط بالرباط. على كل حال هذا يظهر أن تضحيات شعب الصحراوي الجسام عطاءات ابن هذا الشعب خاصة الصامد خلف الجدار بالأرض المحتلة وتضحيات وعطاءات المعتقلين السياسيين في غياهب السجون، كل هذه العطاءات لن تذهب سدى، وهذه بشائر أمل أتت لتؤكد أن هذه الدماء التي سالت وهذه الدموع وهذه المعاناة أن الله سينصر المظلوم، والتاريخ لم يثبت أن الله قد وقف مع الظالم. إذن خارج هذه العبارات العاطفية أؤكد أن تنامي القضية الدولية واتساع رقعة التضامن الدولي تؤكد بمجال لا يدع مجال للشك بأن قوة الحق أصبحت تظهر، حتى بعد حلفاء هذا النظام الملكي التوسعي أصبحوا يتخلون عنه، وعلى الأقل أصبح يطالبون بأن ما قدمه لا يستجيب ولا ينسجم بذاتا مع شرعية الدولة التي تبقى واضحة المعايير باعتبار القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار بامتياز يمر حلها وجوبا عن طريق تنظيم استفتاء تقرير المصير يختار من خلال الشعب الصحراوي ما يراه مناسبا. كذلك هناك ثوابت وطنية هي أن الدولة الصحراوية حقيقة لا رجعة فيها، وعن المقاومة السلمية بالعرض المقتل الصمام وأمان لهذه القضية الصحراوية، وعن الجبهة الشعبية تحت سقط الحمر والداب ومخل شرعي وحيد لا يمكن القفز عليه في أي حال مهما كان. إذن هذه الحقائق الدامغة أصبحت تغلق هذا النظام وتغلق حلفائه، وبالتالي أصبح اليوم هذا النظام كالغريق يستجد بما يجده بأياده. إذن الاستحقاقات المقبلة ستغلق هذا النظام، ولكن تزايد وتيرة الصمود والتحدي والمقاومة وصمود أبنائنا في غياهب السجون كلها ستؤدي إلى التعجيل باستقلالنا وبالنصر. بخصوص هذه الندوة الدولية اليوم، ندوة التنسيقية الأوروبية، وإن سمحت لي نقول أنها أصبحت ندوة دولية نظرا لاتساع المشاركة من القارات وحجم المستويات، واليوم هذه المداخلات في الجلسة الافتتاحية وحضور أمناء عامين لحزبين أساسيين للساحة الإسبانية وحضور ممثلي المجتمعات المدنية بأوروبا وممثلي الشعوب الأوروبية والقارة الأفريقية وبأمريكا اللاتينية، لا شك أن هذا التأييد اليوم وهذا الحضور هو رسالة واضحة أو إن صح التعبير رد على هذا الخطاب الشوفيني، وبالتالي أن القضية الصحراوية تسير بخطة ثابتة. لكن من خلال هذا المقام أن الوحدة الوطنية صمام وأمان ورص الصفوف والتوحد والوحدة خلف مبادئ وثوابتنا الوطنية ستؤرق هذا النظام وستعجل من هزيمته إن شاء الله، وسيرفرف العلم الوطني خفاقا فوق روابي الساقط الحمر وادي الذهب ويجمع الشمل الشعب الصحراوي في أرض حرا كريما مستقلا على غرار كل الشعوب التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل الحرية والكرامة.